السلام عليكم، المجد والخلود لشهدائنا الأبرار، ومرحبا بالناس اللي يشاهدوا فينا داخل الوطن وخارج الوطن. الناس اللي معنا نقول لكم مرحبا بكم في قناة شوبير دي زد. اليوم الحصة تاعنا وين غادي نتكلموا على مدرب سابق مصري وين يرد على هذا المدرب تاعكم يوزار سيف، ونقول لك بسبب الغرور تاع هذا المدرب الجزائري، يعني الغرور المدرب سبب إقصاء المنتخب الوطني من كأس العالم بسبب الغرور تاعه، يعني غرور تاع تربح في الكاميرون تجي هنا تتإليمينا بأي طريقة. خلينا قصامة صح، قصامة رانا نقولو قصامة، ناس يقول قصامة قولوا قصامة، قولوا ايطو، قولوا الفيفا، قولوا كما قالها لكم مراد مازر، قال لكم انا غادي نجيب الحق بصح حتى لا الى الفيفا ما دارت. عاودي انت يا عندك ملفات تاع فساد، انت ما عندك ملفات تاع فساد، انت كيف تقول لي الفيفا ما تدور؟ انت طرت بلاتير وطرت عيسى حياته، كيف انت عندك، انت رئيس لجنة مكافحة الفساد تتناقضني في زوج كلمات. انت تقول بلي غادي اش قلت لنا؟ قلت لنا بلي عندي ملف غادي نهز به العالم بصح سيلا لكاش الفيفا ما تدورش. انت عندك ملف كبير تاع منتخب وطني حسب الكلام تاعك. وما انايا نعرف شي ناس يستغلوا ظروف يجوا يبينوا على باش يبينوا اسماوتهم للدولة للسلطة باللي يودي ليكون رانا هنا كاش وزير ولا كاش حاجة ولا رانا هنايا. نعطيها لكم من التالي، هذه من التالي نعطيها لكم. ناس تخدم كيما هاك، ناس تخدم كيما هاك، كيما داك مشراكة به ليكيب ناسيونال، أقسم لكم بالله العلي العظيم، ورانا في عواشير، أقسم لكم بالله العلي العظيم، ما على بالو بليكيب ناسيونال وين حاطة، قد يبين اسمه للسلطة. كيما كان يخدم مع جماعة تساعد ويخدم ما التالي كاع وين هادو فريق يجو يبينوا اسماوتهم تاع رانا هنايا، رانا هنا. كاين اللي انا نعرف ناس يجو من مين تيجو وين تيبانوا، يبانوا كي تكون كاينه ازمه في المنتخب الوطني، يعني هذا التجاهل اللي صار او كسريه، يبانوا من يسمعوا باللي بيقلعوا رئيس اتحاديه، بيديروا رئيس اتحاديه، يبانوا يجوا يجروا ويقول لك عندنا ادله وعندنا من عندنا من عندنا من، ومن بعد ما كان والو ربع سنين من بعد ما تشوفهاش. عقلوا عليها مليح، غادي نفكركم، غادي نقول لكم هذوك الناس اللي قال لكم عندنا وين راهم. يبانوا منا على ربع سنين 2026 الى ربي طول الاعمار، ماناش عارفين اليد بالاعمار كما يقول لك اعمارنا بيد الله، ما على بالناش منا 2026 وين هادو يزيدوا يخرجوا فانيك، يزيدوا يخرجوا. عقلوا مليح الشبيبة لا صغار هادو، الله يجعل ربي يطول في عمركم، يعني عقلوا عليهم يزيدوا يخرجوا باش يبينوا اسماوتهم برك، باش يذكروا اسمهم في السوق. اسمك ميكون طايح ودخلوا السوق كيما هكا. وين نعاودوا نولوا نتكلموا على المدرب سابق مصري وين قال غرور هذا المدرب المنتخب الوطني سبب اقصاء المنتخب الوطني من كأس العالم. اتهم المدرب المصري رضا عبد العالي مدرب المنتخب الوطني الجزائري بالغرور، محمل اياه مسؤولية الاقصاء المنتخب الجزائري من الكأس العالم. وقال عبد العالي على قناة تين المصرية ان هذا المدرب كان مهتم بمجده الشخصي ونقل الغروره الى لاعبيه، ما جعلهم يخرجون ذهنيا من بطولة كأس إفريقيا ومباراة المزدوجة ألي روتور. شوف كيفاش دخلنا في حيط نورمال خويا، تدخل في حيط نورمال. وأكد المتحدث أن المنتخب الجزائري منتخب قوي، لكن غرور مدربه جعله يبدو ضعيف أمام يعني المنتخب المتواضع كاميرون. والله لا متواضع، والله يا الكاميرون والله العظيم لا، كو مازال كيما نقولوا حنايا ذاك مبوما
ايتو بيكانو ذاك جيريمي اللي كان يلعب ريال مدريد وراح بايرن ميونخ ريال مدريد دار. إن والله العظيم والله ولعبت بخمسه نحسن عونك نقول لك عندك الحق بالعب والله لا عندك الحق لعبت بخمسه هذو الاغوال شيء شيء قومهم كل عبنا كونت سينيغال ولعبت بخمسه نأمنك نأمن نقول له ودي الله غالب صح اسي محمد اسي محمد لعبنا امام منتخب والله لا متواضع تحت المتواضع كيف نقول لك نحترموا التاريخ تاع الكاميرون ما نقولوش منتخب ضعيف عيب علينا نقولوا منتخب بصح تحت المتواضع ما هوش كي تشوف مصر شوف هذاك الكارديا احمد شوبير نهار اللي لعبنا مع بوركينا فاسو الناس اللي تعرف البولا سي محمد هذا اللي يعرف بولا الناس اللي تعرف البولا نهار اللي لعبنا مع بوركينا فاسو كملنا دو دو في الليل شتادار الناس اللي يعايروا في الدوم شتادار قال نتمنى نلعب مع الجزائر كون غير نطيح ماتش دو باراج مع الجزائر حنا مصر كنا غادي نربحو ما كناش غادي نربحو ما كناش غادي نربحو على بالك قال لهم نتمنى نلعب مع الجزائر ما غلطش والله ما غلط ما غلطش انا ينعقل الناس قالوا لي علاه ما تردش ما رديتش عليه علاه ما رديتش عليه خاطر شفت المستوى تاعنا راه مبيكي المستوى تاعنا راه مبيكي سي محمد مستوى تاعنا حنا انا شو ربحنا في الكاميرون ربحنا في الكاميرون بالسبت الصباح باكم عاقلين الناس ولاو يعايروا تون 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 قلت لكم يا ودي رانا ربحنا رانا حاطين كرا في الكاميرون في قطر بصح الكرا الزوج راني خايف من ماجر بلا شعر فلسفه تاع ماجر بلا شعر كيما راني عاقل درتها حضرتها كيما ناس عايروا منها وبعد خرجت بعد بانت الحقيقه وين قال لك هذا المدرب يعني من كان مهتم بمجده الشخصي ونقل غروره الى لاعبيه ما جعلهم يخرجون يعني ذهنيا من المباراه المزدوجه واكد المتعدد ان المنتخب الجزائري منتخب قوي لكن غرور مدربه جعله يبدو ضعيف امام الكاميرون المنتخب المتواضع واكد المتعدد ان المنتخب الجزائري يعني وين هجم كذلك اللعاب الزمالك السابق هو لعاب تاع الزمالك السابق المنتخب شمال افريقيا وين هجم منتخبات شمال افريقيا تونس المغرب والجزائر معتبر ايام فرق منفوخه اعلاميا فقط وكان المنتخب الجزائري قد اقصي من الذهاب يعني الى وان قصينا امام منتخب متواضع خويا بسبب غطرسه راك تشوف الناس لو يشوفوا باللي اقصى انا مازالت غايظتني يا ولد عمي انا غايظتني انا من حقي كاليفي في الميدان انا قار انا تيك توك انا يجيب لي قار انا التواغ والسكا والبكا والسليمة حراك دو هذا حراك دو هذا هو حراك دو تاع 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 المخنثين هذا هو انا نشوفها كيما هكا هذول الناس لو يحشوكم هذا هذو ما يحشوكم هذا مازالوا يشوفوا باللي اقصاء هذو ما عندهمش النيف ما عندهمش الرجوله اقصاء اللي تعرف تشوفه باللي انجاز اقصاء عم دايرينو انجاز سي محمد رجله عم دايرين باللي خسرنا رجله كي خسرنا رجله ماهيش رجله راه ذل انا نعتبره ذل وكان المنتخب الجزائري قد أقصي يعني من منافسة على كأس يعني في قصينا من الدور من المباراة ماتش دو باراج خسرنا ماتش دو باراج خسرنا دو أن خسرنا دو أن خلونا من قاسامة نهضرو حنايا قاسامة اللي قاعد عند لاني دو توش اللي دار دو دار تروا اللي لعب بخمسة قولوا ستة لعب ستة يا ودي لعب سبعة كي تشوف زوج ريكيبيراتير لعب سبعة في لا ديفونس لعب كونتر 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 لعب كونتر الاخر كيسموه لعب كونت بنزيما لعب كونت بابي لعب كونت نيمار كونت ميسي في لاتاك على هذيك دار سبعة في لا ديفونس كل لقينا البريزيل مع الكاكي كان غادي يلعب عشرة في لا ديفونس عشرة كنا غادي نولو جيبوتي نقيسوها ونقارعو لهم يجيو يلعبونا وين أقصي المنتخب الجزائري بينما تأهل المنتخب التونسي على نظيره المالي
وسقط الفراعنة أمام المنتخب أمام منتخب السنغالي، وتأهل المنتخب المغربي أمام الكونغو. وقال الإمين أكتو كيفاش على خلي على ربي أي ماشية أي ماشية أقعدوا تقارو لها كيف تمشي باش قلال تاع شهر عاش كانوا قيل الجمعة هذه كانوا الجاية بيقسمونا هذه هي